نسجد ولكننا لم نسجد بعد، نسجد بأجسادنا بجوارحنا ولكن لم نسجد بقلوبنا. هل شعرنا بلذة السجود؟ هل عرفنا قيمة السجود؟ من منا يستشعر وهو ساجد بين يدي الله أن الله سبحانه وتعالى يحبه على هذا الحال ويحب أن يراه وهو ساجد بين يديه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم: ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب. السجود يجعلك قريب من الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت حينما تسجد لله أنت تتقرب من الله. فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد وقتل.